تلاميذ سنة أولى ابتدائي، السلام عليكم. سنبدأ الآن في حل اختبار الفصل الثاني في مادة التربية الإسلامية النموذج الخامس. نبدأ على بركة الله. النشاط الأول: أربط كل آية بصورتها. لدينا آيات ولدينا أسماء سور، سوف نربط كل آية بالصورة المناسبة لها. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يلد ولم يولد، نقرأ معا بسم الله الرحمن الرحيم. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه آية من سورة أحسنتم، من سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن، نقرأ أيضا معا بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هذه آية إذن من سورة، جيد، من سورة الفاتحة. نقرأ معا بسم الله الرحمن الرحيم. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هي آية من سورة أحسنتم، من سورة الناس. بسم الله الرحمن، نقرأ معا بسم الله الرحمن الرحيم. من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. هذه آية من سورة أحسنتم، من سورة الفلق. نراجع معا. لم يلد ولم يولد آية من سورة الإخلاص. اهدنا الصراط المستقيم آية من سورة الفاتحة. من شر الوسواس الخناس آية من سورة الناس. من شر ما خلق آية من سورة الفلق. النشاط الثاني: أضع صاد أمام العبارة الصحيحة وخاء أمام العبارة الخاطئة. العبارة الأولى: أتحدث مع أبي وأمي بأدب. أحسنتم، صحيح، هذا تصرف صحيح، أتحدث بأدب مع أبي وأمي. عندما أبدأ الأكل أقول الحمد لله. أحسنتم، خطأ، لأنه عندما أبدأ الأكل أقول بسم الله وليس الحمد لله. بعد الأكل أقول الحمد لله. أحسنتم، صحيح، بعد الأكل أقول الحمد لله. الطفل المسلم ينظف جسمه دائما. أحسنتم، صحيح. الطفل المسلم يؤذي الحيوان. جيد، خطأ، لأن الطفل المسلم لا يؤذي الحيوان ويرفق بالحيوان. نراجع معا. أتحدث مع أبي وأمي بأدب، صحيح. عندما أبدأ الأكل أقول الحمد لله، خطأ، عندما أبدأ الأكل أقول بسم الله. بعد الأكل أقول الحمد لله، صحيح. الطفل المسلم ينظف جسمه دائما، صحيح. الطفل المسلم يؤذي الحيوان، خطأ، لأن الطفل المسلم يرفق بالحيوان ولا يؤذيه. النشاط الثالث: لاحظ الصورة ثم رتب الجملة. نلاحظ الصورة أولا ونرتب الجملة. لدينا مجموعة من كلمات ليست مرتبة، سنرتبها كي نحصل على جملة تعبر على هذه، عن هذه الصورة. الكلمات هي: أنا، عني، الطريق، مسلم، أبعد، الأذى. في الصورة نرى أن هناك طفل يحمل معه أذى أو شيء غير يؤذي الناس مثلا، ويريد إبعاده عن الطريق. إذن سنحاول معا ترتيب الكلمات كي نحصل على الجملة المعبرة لهذه الصورة. أولا: أحسنتم، أنا
أحسنتم، مسلم، أنا مسلم. بعدها أحسنتم، أبعد، أبعد. بعدها أحسنتم، الأذى، الأذى. بعدها جيد، عاني، عاني الطريق. أحسنتم، أخيرا الطريق، طريق. نعيد قراءة الجملة، أنا مسلم أبعد الأذى عن الطريق، أنا مسلم أبعد الأذى عن الطريق. إذن الجملة التي تحصلنا عليها فعلا تعبر عن الصورة، مسلم يبعد الأذى عن الطريق. وهكذا نكون قد انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك معنا، وإلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.